مساكم بالخير يا شباب. هذا محل بتركيا يبيع جيجات أمريكية كلها. هذا كله قطع غيار. عنده مرسيدس، عنده حق جموس، عنده حق بيوك، كل شيء المحل هذا. أخوكم حمد الخطيب. هذا عدادات خارجية اللي بيحطها حق الكوابرس والسيارات الثانية، كل عنده المبروك الحجي. هذا كل شيء جديد يعني بالكرتون. أمريكي ها؟ أمريكي أمريكي أمريكي. هذا أمريكي براد بني ديس ستار جيمس. هذا شباب ديس أمريكان جيب أمريكي ها؟ أمريكي. هذا أمريكي بعد. هذا شنو لا بروبلم ما شاء الله. شوف هذا يا الربع كل شيء عنده، حق مرسيدس، حق شروكي، حق جموس، حق كوابرس. المحل هذا بتركيا. اخوكم محمد الخطيب. سطابات كابرس، بيوك، اوز، سكار، بوس. حركات يا شباب. شوفوا شوفوا الشيء الزين، شوفوا الشيء النادر. فرش ارضيات. هذا طبلون كابرس قطع غيار كاملة. هذا مخزن كامل من إلى بوس بنواعها. المحل ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة جي أم، شوفون ها شفر الليت مالت الشبكة حق الشفر 86 لتسي. جماعة هذه كلمة كابرس، طبعا حديد الأصلية. هذه حديد. هذه حديد. هذه حديد. هذه حديد بعد. هذه تجي حديد بس هذولا كلهم حديد وزن الأصلية. ما شاء الله. ما عنده حق مبارس تتسين. هذه ربلة بريك. قطع غيار. آها. هذا حق دعسات بريك بأنواع، حق كابرس، حق الونيتات. هذه حق السوابر. كل شيء عنده الشايب هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. كراسي غير، طبلات، رسم واشي، قطع غيار هني. شوف عشان احد يهايط علينا. ها جي ام عنده الاصلي وعنده التجاري، كل شيء عنده. شوف يا جماعه اللي يبي شيء يحصل عنده، حتى حقه المرايه الاماميه عنده اللي تثبت عليها، ولعات، كل شيء ما شاء الله. ديرك القديم اشتبهم بعد اكثر من هالشكل ما شاء الله. هذا محل كامل جموس، كوابرس، اولز، قطع غيار من الى. تاريخ اليوم 17/6/2019. شوفوا هالمحل هذا اللي يفتح النفس. هذا نفس المحل اللي جيته. شوفوا هون، شوفوا الحركات، شوف الشيء الزين. شوف حق الكابرس 79. ها ايش رايكم؟ عوار قلب صح؟ السوابر ما شاء الله. هذه ارضيات جيمس سبيشال بالوانهم. هذه حق جيمس، حق اهل الونيتات. هذه معونيات التصنيع القديم الجبريل كامل. رجال عنده شيء طيب ما شاء الله تبارك الرحمن. سأل الله يبارك له. هذه قطع غيار ثانية. يا جماعة والله في شغلات تهول القلب. أنا ما أقدر أصور لكم. ما رجال عنده بلاوي. هذا طبلون شفر. بس خلينا نشوف شو وضعه. ما شاء الله ممتاز ما شاء الله عليه.